الكلمة للمتحدث الأول عن فريق الأصالة والوحيد، عن فريق الأصالة والمعاصرة حول شكاوي الفلاحين من غلاء أسعار الأعلاف المدعمة ومن استمرار التجاوزات والاختلالات التدبيرية لعملية التوزيع التي شابت العمليات السابقة. فليتفضل أحد النواب. مشكورا. شكرا سيدة الرئيسة. طلبنا تناول الكلمة لإحياء طب هذا الموضوع. هذا الأسبوع الثالث والنظام الداخلي واضح، يعني الوجوب يأتي من الأسبوع الثاني، وربما راه تأخرنا في هذا الملف لأن دار برنامج لدعم الأعلاف كانوا فيه اختلالات. اليوم الواقع هو اللي كيتكلم. حنا كنتكلموا على الكسابة، على آلاف الأشخاص ما عاونتهم الحكومة، ما عاونهم مغرب أخضر، ما عاونهم حتى واحد، كافين خيرهم شرهم. اليوم كيشري النخالة بثلاثة دراهم وعشرين فرانك، اليوم كيشري الشعير البلدي بجوج دراهم وخمسين فرانك. يعني هذا الراجل هي اللي كانوا كيقولوا زمان لا لا البهيمة كتاكل راسها، يعني الراجل كيدي النص ديال البهائم ديالو للسوق كيبيعها باش يشري بها أعلاف النصف الآخر. ولهذا حنا كنتمناو تجاوب الحكومة، لأنه هذا ملف آني وحقيقي. أولا في معالجة الاختلالات اللي عرفات البرنامج ديال شهر 8، حنا ما كنكروش فضل الله بأنه كان برنامج في غش لبعض الأقاليم اللي عاشت مشاكل، ولكن كاين اختلالات في التوزيع. جرت العادة بأنه يتم نقل أعلاف إلى الأقاليم والفلاح كيدي البطاقة ديالو كياخذ داك الشيء علاش قد؟ لأنه ما عندوش تمويل. اليوم كيطلبوا منهم باش يجتمعوا خمسة الناس أو عشرة الناس باش يديروا 14 طن، الناس عايشة عندنا مشاكل في إقليم شيشاوة، بغينا نعرفوا إقليم شيشاوة، إقليم اليوسفية، إقليم الرحاملة اللي كنعرفهم أنا عايش وسط منهم في جهة مراكش أسفي، عشنا مشاكل في توزيع الحصة الأولى. ولهذا كنطلبوا في إطار التضامن الحكومي باش هذا الشيء يوصل للسيد وزير الفلاحة، راه الكساب إلا خليتوه من هنا باش يترتق الربيع عاوتاني ويجيو الأعلاف ديال الله تبارك وتعالى، راه ما غيلقى عنده كسيبة، راه غادي عاوتاني يجي الربيع والبهيم ما كاينينش. خصنا نعتقوا هذا الراجل يبقى كافينا خيره وشره. وشكرا، بغيت توصل هذا الشيء للسيد الوزير. السيد الوزير. نعم شكرا سيد النائب المحترم. نعم نعم السيد السيد الوزير. نعم اذا نعم اذا انا عرفت السيد الوزير، تفضل. شكرا سيده الرئيسه. السيد النائب، لدي اولا نيابه عن السيد وزير الدوله المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان الذي انوب عنه لتعذر حضوره لارتباطه بموعد اخر تعذر عنه تاجيله. لدينا دفوع قانونيه مرتبطه بهذا الامر سيده الرئيسه. السيد النائب، الأمر يتعلق بنصوص واضحة واجتهادات دستورية واضحة من المحكمة الدستورية ومجلس الدستوري قبل ذلك. الأمر يتعلق بالفصول من 100 إلى 106 من الدستور، واضحة وصريحة في كيفية مراقبة الحكومة وفي كيفية التعامل بين سلطتين التنفيذية والتشريعية. بعد ذلك المادة 152 من النظام الداخلي لهذا المجلس تقول بصريح العبارة، عبارة واضحة لا تحتاج إلى أي تأويل، تقول: يقوم رئيس المجلس بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها. في اللغة العربية تعني أن يكون هناك اتفاق بين البرلمان والحكومة في برمجتها. الحكومة راسلت المجلس كما تفضلت بذلك السيدة الرئيسة، تؤكد عدم موافقتها على برمجة هذه الإحاطة. قرار المحكمة الدستورية 924 على 13 الصادر بتاريخ 22/2013 بمناسبة فحص المحكمة الدستورية لدستورية نظام داخل مجلس النواب، تقول المحكمة الدستورية في تعليل قرارها مايل: وحيث أن التوازن بين السلطة المجلس الدستوري نعم أين التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها نظام الدستور الملكي، وحيث انه بناء على ذلك فان ما تتضمن هذه الماده من منح الاسبقيه الزمنيه للتحدث في موضوع عام وطارئ في جلسه مخصصه دستوريا لاسئله النواب واجوبه الحكومه. شكرا السيد الوزير. نعم نعطيك نقطه نظام. نعم
لنقطة النظام السيد النائب عن فريق الأصالة والمعاصرة. شكرا سيد الرئيس. أنا أتفاجأ مرة أخرى أن الحكومة في واد والبرلمان في واد، للأسف أقولها، لأنه هذا الموضوع كنا قد حسمناه فيه في اجتماع ندوة الرؤساء الذي يكون فيه رؤساء الفرق ورئيسة المجموعة النيابية ورئيس المجلس، والنظام الداخلي واضح فيه، واضح، ما لا داعي أن نعود لقراءة الشهادات المحكمة الدستورية على اعتبار أن النظام الداخلي أيضا مر من مجهر المحكمة الدستورية ومن رقابة المحكمة الدستورية، والنص واضح، البرمجة كتكون تلقائية في الحالة التي لا تتجاوب. الناس ما قداش يسمعونا. نعم. لا ما عندي نقطة نظام، مش من الوقت. هو حسبته الوقت. سيد الرئيس، سيد الرئيس الأمر واضح. باقي لك أربعة. وحسمنا فيه أستاذ الرؤساء ديال الفرق يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع، ماشي هذا الشيء هذا كيوقع في الجلسة العامة. هو أنه البرمجة تتم بشكل أوتوماتيكي في الأسبوع الثاني من بعد عدم. شكرا جزيلا. نقطة نظام لسيد نائب المحترم عن فريق العدالة والتنمية. سيد نائب المحترم أخذت حصتك من الكلام. شكرا سيد الرئيس. أنا كنظن بأنه في الرئيس مع الرؤساء كان الموقف ديالهم واضح. أنا بغيت نضيف، حنا ما ندخلش في النقاش السياسي والدستوري، وإلا غادي نرجعوا ما كان يقع بمجلس المستشاري. حنا هذه مؤسسة خصنا نتفقوا، خص الحكومة هي الأولى تجاوب. إما النقاش خصو يكون هنا في البرلمان، وإما غيكون على برا بالطريقة اللي كنعرفوا. الحكومة مسؤولة باش تجاوب مع البرلمان وباش تجي تجاوب، لأنه دابا هذا الموضوع أش فيه من مشكل؟ نجيو نناقشوا العلف، شنو مشكل؟ ولا نناقشوا أي موضوع. الحكومة كيخصها تساهم في النقاش داخل هذه المؤسسة، وما أنا كنقولها وكنعاودها، كيخص النقاش السياسي يرجع لهذه المؤسسة، والحكومة خصها تحترم هذه المؤسسة. راه ما كاينش 100 يوم، كاينه واحد اليوم في الأسبوع تجي تجاوب عليه. شكرا. نعم. نعم، رئاسة المجلس رجحت برمجة هذه، إذا قلت رئاسة المجلس، رئاسة المجلس رجحت برمجة تناول الكلمة في إطار المادة 152، رغبة منها في تحويل هذا الفضاء إلى فضاء يتفاعل مع هموم المواطنين والمواطنات والقضايا الراهنة. شكرا للجميع، رفعت الجلسة.